بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم يا أولادي أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية البريطانية IGCSE منهج ICT، وما زلنا في Outline 6.9. كنا اتكلمنا بدأنا فيها اللي هي الإنترنت بانكينج. بدأنا المرة اللي فاتت في الإنترنت بانكينج وقلنا إن هو require good security we allow to transfer of sum of money between between accounts between account. زي قلنا مثال زي الـ payment of bills, الـ ordering of sometimes أي عمليات أو transaction for banking سواء كانت by أجهزة الـ ATM أو الـ ETF زي ما نشوفها كمان شوية. وقلنا موضوع الـ internet banking ده فيه شوية مميزات كده advantages و disadvantages. فقلنا من مميزاتها مستين اللي هو there is no longer need to travel into the town center thus reducing الـ cost money of fool والفي والفيرز والمصاريف السفر والكلام ده كله عشان تروح البنك عشان تعمل اي اي ترانزاكشن على البنك. واليوزر now have access to worldwide market. بالتالي كان thus look for products for anywhere وبالتالي يشوف cheaper. يبقى في كومبيتيشن كده على الانترنت ان انت ممكن تشتري افضل الاسعار بسهوله وانت قاعد في البيت. This is obviously طبعا less expensive and less time consuming اللي انت بتستهلكه في الايه؟ في الـ having a shop around more convention method. الطرق التقليديه خلاص انت عندك طرق تعتبر more efficient. دي بالنسبه للمميزات. والعيوب طبعا يعني ملوش فيها عيب زي ما بيقولوا. فبنقول الجزء اللي هو السوشياليزيشن، السوشياليزيشن مع الناس وانك تتحدث مع الناس، انت قاعد في at your home وبتدو all your shopping banking in your home، بالتالي انت ما فيش سوشياليزيشن مع الاخرين. وقال لك كمان ان في ريسكي على ان انت اسوشيتد مع الاونلاين شوبينج اور بانكينج بيكوز ان lack of exercise. لو انت مش متدرب كويس، لو الناس مش مدربين كويس ممكن يحصل ستولن في الايه الدم ماني لو هم ما عندهمش تريننج كويس. كمان انت عمليه السوشياليزيشن ديت هتؤدي ان انت قاعد في البيت وبالتالي ما فيش اي اكسرسايز هتاديه ان انت تروح تتحرك تمشي وهكذا. دي كلها برضو مهمه على صحه الانسان. وممكن تقابلك مخاطر خاصه بالسكيورتي، سكيورتي زي الهاكينج الستيلينج كريدت كارد مثلا وهكذا. كل دي تعتبر برضو ديس ادفانتجز الاونلاين شوبينج بصفه عامه. وطبعا ايزير تو ميك ايرور، ممكن يحصل اي اخطاء مع البانكينج ترانسفير ماني، ممكن تكتب رقم بالخطا او بيانات اي يو انترد اني داتا باي انكوركت داتا اور ديفرنت اكونت مثلا. طيب يوم ان شاء الله هنكمل نفس الموضوع. احنا في الاي اس تي ابلكيشن هنكمل موضوع الانترنت بانكينج وهنتكلم على جزئيه اسهل شويه اللي هي التليفون بانكينج. تليفون بانكينج يعني عمليات البنوك اللي تمت ديت بس باستخدام التليفون. يعني ايه التليفون بانكينج سيميلر تو الانترنت بانكينج؟ طب ايه الفرق؟ ذا مين ديفرنس از ذات يوزر انت بيستخدم بيوز التليفون rather than الكمبيوتر او الاي تي ام. انت بتستخدم التليفون وبتتصل برقم البنك مثلا عشان تبدا تعمل البروسيس بتاعتك او ترانزاكشن اللي انت عايزها. وذ ذا سيستم الكاستمر، يعني في دلوقتي كاستمر سيرفيس سيستم او كول سنتر كده بيرد على المكالمات كول بانك يوزنج التليفون، بس هو طبعا اوتو ماشين زي ما بيقولوا. يعني انت بتتصل بالرقم فبيبدا يرد عليك الشخص اهلا بك كذا كذا ويلكم تو يور بانك، وبعدين بريس 1 فور مثلا فور انترنج يور اكونت نمبر، بريس 2 فور Arabic لانجوج وهكذا. يعني فهي دي البروسيس بتاعتنا ماشيه ازاي بقى. نشرح كده بشكل مبسط. الكاستمر الاول بيكول النمبر، بعد كده الكاستمر كي ان ذير اكونت بينطلب منه، بيريكوست الكاستمر كي رقم العميل يعني اللي هو في البنك، وبعدين بيقول له بيريكوست منه انه انتر فور ديجيت نمبر للبن اور سيلكت نمبر فروم ذا بن، البن كود يعني بتاع الكريدت بتاعه. الكاستمر ويل ذن هير فيريس اوبشن، بيديله اوبشن طبعا هو بياخد منه البن كود في التليفون نمبر عشان يتشك ان كان هو صح ولا لا ولا مسروق ولا وات ايفر. الكاستمر ممكن طبعا يطلب منه رقم الاي دي الاي دي نمبر اللي هي رقم البطاقه يعني الشخصيه او الهويه بتاعته. الكاستمر ويل ذن هير فيريس اوبشن، بيديله بقى مجموعه اوبشن، بريس 1 فور يور بالانس، بريس 2 فور، دي كل دي الاوبشنز for your carry out money transfer، عايز تحول مبلغ مثلا، او بريس 3
فور باي يا بيل، باي يا بيل فور الكتريستي اور تليفون اور وات ايفر باي بيل، بريس فور تو توك وان اوف ريبريزنتيف، يعني اضغط اربعه مثلا، يعني طبعا اكزامبل، يعني كل بنك حسب طريقته بس بالتليفون بتبقى بالطريقه دي، اور بريس نجمه مثلا او بريس ستار تو فور اور ريبريزنتيفز عشان تكلم ايه خدمه العملاء. طيب بيبدا الكاستمر يتشوز وان اوف ذيس اوبشن either by pressing the correct key، لازم يضغط خلال الكيز ديت او whether within these numbers اللي البنك بيديها له or some system، طبعا بي ask the customer to speak the number، انه ايه يقول الرقم، يعني مش بس يبرس لا يقول 1 2 وهكذا، يعني دي بترلاي هي على الفويس ريكوجنيشن. طيب as with internet banking the customer are allowed to ايه to check their balance anywhere in the world, pay the bill, to transfer the money another accounts, talk with bank representative, talk with bank representative. طيب ايه مميزات الموضوع دوت؟ ان الادفانتجز في التليفون بانكينج ار سيميلر تو الانترنت بانكينج، في نفس المميزات، انت قاعد يور نيو روم وفي براحتك خاصه تقدر تحول الماني والكلام ده كله من غير ما تسافر او الكلام ده كله without any traveling او اي فيز. But with this system there is no need to have a computer and it's possible to talk an actual human being. ليه بقى؟ many people بيبقى عندهم ايه find more attractive proposition، يعني بيبقوا خجولين، يعني نتكلم مع حد مثلا لو سمحت نقل لي حسابي انا مش عارف ايه وهكذا، خاصه في الايه الومن يعني. لونج كيو، كمان النقطه بتاعت اللونج كيو ان انت منتظر طوابير كتيره before you can talk to somebody، مثلا قاعد منتظر بقى رقمك وكده اهوت في البنك، فدي مشكله يعني. الاوبشن دي ممتازه جدا، كان بي ليتل مور كومبلكس تو نيجاتيف، اي اثار سلبيه يعني هيتجنبها. طيب في ديس ادفانتجز بات اولسو كويكر اف يور كمبيوتر ازنت سويتشد اون ات ذا تايم، طبعا دي ميزه برضو، ان يو وونت تو بالانس انكويري، عايز تشوف البالانس بتاعك فانت من خلال التليفون بيبقى اسرع، طبعا ممكن الانترنت تفصل زي ما بيقولوا. الاكسرسايز هنا بيقول لك كومبير، يعني ما بين النقطه بتاعت 6.9.2 6.9.3 بتاعت التليفون بانكينج، وكومبير على الادفانتجز والديس ادفانتجز ما بين الاثنين، وكونسيدر هاو ايزي الماشين الانسر ماشين مثلا او الميثودز دي سكيورتي ايشوز اند نيد فور اكويبمنت، طبعا هي اسهل مور ايزي فور اولدر بيبل، يعني مش ما او الناس اللي ما عندهمش انترنت. طيب موضوع تاني هنتكلم عنه اللي هو الشيب اند بن. الشيب اند بن طبعا كلنا عارفين الكروت ديت اللي هي بتاعت الفيزا كارد، بيبقى فيها تشيب كده صغيره الكترونيك تشيب صغيره كده زي الار اف اي دي مثلا، الالكترونيك تشيب دي عامله زي الميموري كده، مالها التشيب الصغيره دي؟ الماني بتبقى طبعا سيفد اونت الداتا الخاصه بالبن كود والداتا زي ما هنشوف يعني. ماني كريدت كارد ار اكويبد وذ تشيب از ويل از ماجنتيك ستريب، يعني في تشيب كارد بيبقى فيها الفيزا كارد ديت بيبقى فيها التشيب كارد دي وما فيهاش الستريب، او بالاضافه للستريب، ستريب اللي هو الماجنتيك اللي بيبقى الشريط المغناطيسي يعني اللي بيبقى في الباك وورد في من الكارد، ولكن التشيب دي فادتها ايه؟ This contains key information such as the pin code. الله، يعني السيستم is designed to enhance security since is better than relying on سيجنتشر، يعني انت عشان يبقى في اعتماديه على السيجنتشر انت بتوقع ازاي؟ انت بتكتب التوقيع، طيب ماشي السيجنتشر هنا في الجهاز دوت يبقى لازم بتدخل رقم معين ما يبقاش حد عارفه المفروض اللي هو الفور ديجيت نمبر. السيستم هنا يعتبر الجزئيه دي زي ما تقول كده سيجنتشر، ديجيتال سيجنتشر. طيب وين بينج فور ايتم، انت رايح تشتري اي ايتمز مثلا يوزنج التشيب او البين كارد ديت، ايه اللي بيحصل؟ A form of electronic fund transfer الـ EFT هنشرحه بعد شوية، وأنت في جهاز كده اللي هو الـ device اللي بيسكان الـ your data اللي هو الـ ETF اللي بيبقى موجود عند شوب بليس مثلا، بيعمل إيه؟ بي سبوز الكاستمر جوز تو انتو ريستورنت، مثلا افترض إن أنت رايح تشتري من مطعم معين أو من مكان معين عشان تبي ميل تشتري الوجبة بتاعتك وأنت بتستخدم الـ chip and pin card، إيه اللي بيحصل؟ البن بيوزنج الكيبورد بتبدا تدخلها باستخدام الايه الكيبورد الخاصه بالجهاز، يعني الكارد تشيكد، بيبدا بقى الكارد ده بيتم التحقق منه تو سي اف اتس فاليد، ازاي بياخد الداتا بتاعتك الارقام اللي انت دخلتها دي وبيبدا الكارد ده يحصل له تشيك متخزن فيها ايه الاكسباير ديت
والداتا الخاصه بالكارد نفسها، اسم الشخص وكل حاجه، وهل مثلا الكارد ده، الكارد ده موقوف ولا لا، او اي شيء، whether stolen or not. البين كارد بيريد فروم الشيب اند ذا كارد compared to one of just key on. يعني انت بتدخل الرقم، بيطلب منك الرقم البين نمبر، فبيبدا يكمبير مع اللي موجود او السيفد هنا على الشيب كارد. لو الرقم صحيح خلاص الترانزاكشن بتبدا تكمل، بس بيبدا يشيك مثلا كان ستولن ولا الاكسبايري ولا اي داتا خاصه بيه، بيبدا يشوفها برضه، بس الرقم اللي انت بتدخله ده يعتبر زي سيجنتشر كده. طيب شوف البروسيس بعد كده ايه اللي بيحصل. اف دي ار ذا سيم، خلاص الارقام مظبوطه، يبدا الترانزاكشن كان بي بروسيد. طب هو لو دخل الرقم اكتر من ثلاث مرات، the third attempts entering the pin card then the transaction is terminated، هتنتهي مش هتكمل، يبقى كانه عمل لوك كده على الكارد. الريستورانت بانك بقى لما بياخد الداتا دي بيكونتاكت ايه؟ طبعا الجهاز الديفايس اللي هو الاي تي اف ده بيبقى كونتاكت مع الايه؟ البنوك، بياخد الرقم وبيبدا يكونتاكت مع البنك. بيحصل ايه؟ اللي تشيك made on whether they have enough funds. لما بيكول، وطبعا هو بيبقى متوصل زي كيبل كده فور تليفون كار، تليفون كيبل، عشان يكونكت على طول دايركت للبنك، لان بيتخزن فيه طبعا، بيبقى ايه على طول متخزن فيه الرقم التواصل او الكونتاكت نمبر فور ذا اذر بنك. بيكونتاكت البنك ويتشيك كده لو الكاستمر باك فيه فاند ولا لا خاص بالشخص دوت او بالعميل دوت. A check is made whether they are enough fund. If the card not valid is not valid is not valid مش صح يعني، or there aren't enough funds available، هيرجع له تاني الترانزاكشن هتترمينيت، وهيرجع له ان مفيش فاند مثلا او في ايرور حاصل. لو everything okay او everything check out okay then الترانزاكشن هتبدا authorize، وبالتالي الاوثرايزيشن كود is sent to the restaurant. الاوثرايزيشن كود is sent to the restaurant. ايه بقى الفكره؟ ال price of the meal is then deducted from the customer. هيرجع له ال authorization code ويبدا ال price deducted from the customer account. تمام؟ ويخصمه من ال account الخاص بال customer، وال same amount of money then بتضاف لمين؟ لل restaurant bank account. للريستورانت بانك اكونت، اللي هو لان انت بتتكلم بتتعامل مع تو بانك، البنك خاص بالكاستمر والبنك اللي هو بتاع الريستورانت. فانت دخلت الاي تي ام، دخلت البين كود، بدا يتشك ان كانت فاليد ولا لا، رجع له البنك هنا، رجع له كود كده ان ترانزاكشن اوكي، يبدا بعد كده يكونتاكت على البنك اكونت، يبدا ياد الفاليو او الاماونت اوف ماني بتادد تو الريستورانت بانك اكونت، وبعدين في الاخر يطلع له الريسيت برودوسد اوف بروز اوف برشيزز، يطلع في الاخر على الجهاز الاي تي اف دوت ايه ان العمليه تمت بنجاح. فهي مجموعه من البروسيس كده بتبدا تفهمها قبل ما تقولها، لان ممكن تجي لك في الامتحان. طيب الكليننج اوف تشيك، الكليننج اوف تشيك بالعربي اللي هي عمليات الحسابات، اللي هي تصفيه الحسابات بالشيكات يعني. يعني انت ممكن مثلا يكون معاك تشيك كده وتروح تصرفه من بنك معين، ففي اجراءات معينه اسمها اجراءات الكليرنج اوف تشيك او المقصه يعني بالعربي، اللي هي بيبقى فيه حسابات الدائن والمدين، كريدت والديبت، عشان يبدا يخصم من البنك المركزي الخاص بالايه بالمكان. برضو تفهمها البروسيس بتاعتها بسيطه برضو يعني، مش صعبه، ما تصعبهاش، فاهمها معايا كده. ده السكشن بيريفيو هاو البنك، عندك في بنكين يوزنج السنترلايزد كليرنج سنتر، يبقى انت في عندك بنك وسيط اللي هو السنترلايزد كليرنج سنتر، البنك الوسيط اللي بيبدا يخلص العمليه دي. فكرته ايه؟ سبوز جون، واحد اسمه جون يوزز بنك كولد هولدر بانك اند هي بايز ذا تشيك فور $50 تو ا كمباني. عندك في شخص اسمه جون بيستخدم عايز يدفع $50 تو ا كمباني كولد اتش اند اس ال تي دي هو بانك ويز سميث بانك. يعني جونز ده هيدي لسميث $50 يروح يصرفها من الايه البنك بتاعه. هاو از ذا اتش اند اس، الاتش اند اس ده بنك اكونت كريدت ويز $50. ايه اللي بيحصل؟ فيرست اوف اول التشيك از سنت باي سميث بانك، تشيك بيرسل من الايه سميث بانك الشخص دوت. طيب تو سنترلايزد كليرنج سنتر، يعني زي ما قلنا انت عندك في سنترلايزد كليرنج سنتر هنا في النص، وفي البنك الاول فيرست بانك والسكند بانك.
طيب التشيك بيروح الاول للسنتراليزد. طبعا البنك الثاني بيبقى عنده فاند هنا، بيشوف الفاند بتاعته موجوده ولا لا قبل ما يرجع له تاني يقول له ترانزاكشن اوكي. ده اللي احنا بنقوله فيرست اوف اول التشيك از سنت باي سميث بانك تو سنتراليزد كليرنج سنتر اهو. طيب وبعدين ثرو ريدر سورتر ماشين من خلال البيانات اللي بتبقى موجوده في البنك ديت، اللي هي عباره عن ايه الاماونت والكود اللي موجود تحت دوت. الكود دوت عباره عن 6 ديجيت نمبر فيرست اوف اول باسنج ذيس. وبعدين بيبدا بعد كده الاماونت اوف تشيك والكود دوت كونتيننج اماونت نمبر والسورت كود. all the checks are then sorted. كل الشيكات بتبقى مترتبه بنفس الطريقه using their sort a code check 6 digit numbers that are used to identify the check bank. بتبقى 6 digit number دي بتidentify بتعرف لك البنك نفسه والبيلدينج سوسايتي في اي مكان بالظبط. ready for sending to an exchange center. طيب لما بترسل exchange center الداتا دي تاخد بالك من حاجه بيحصل لها encrypted او بتconvert to file اسمه IBDE. تمام. الاي بي دي اي ده تعريف عام يعني او جلوبال او بابليك داتا كده، بتبقى عباره عن انتر بانك داتا اكسشينج فايل كده بيرسل. ما هو بيترسل ازاي للسنترلايز بانك؟ بالفايل ده. الفايل ده بيبقى انكريبتد. every اي بي دي اي is signed with digital signature. بيبقى طبعا يعني في بديجيتال سيجنتشر عشان ما يحصلش فيه ايه تمبيرد ويز، يعني يحصل تحريف فيه او تزوير يعني. طيب سميث بانك بقى بيدليفر التشيك تو ان اكسشينج سنتر، بيستلم الايه التشيك ده من الاكسشينج سنتر. الاكسشينج سنتر زين بيباس التشيك باك تو باينج بانك الهولدر بانك بقى ان ذيس كيس. طيب وبعدين ويتش زين سند اتس اون كليرنج سنتر. يعني ايه؟ يعني انت عندك زي ما قلنا السنترال بانك اهوت، وادي البنك الاولاني وادي البنك الثاني، بيبقى فيه فاند موجود هنا خاص بالبنك ده. تمام. طيب طبعا بالديجيتال سيجنتشر از فيرست تشيكد اوت ذن اللي تشيك باسد ثرو ذير ريدر سورتر ماشين تو ميك شور ان الداتا ماتشز وذ الاي بي دي اي فايل. هو بيتشيك طبعا مش اي فايل يرسل له، لا لازم يتشيك ان هي ماشيه على نفس الايه السورتنج داتا وان هي مظبوطه. ات سورتس ذا تشيك تو برانش. ليتر اون هولدر بانك بقى بيبدا يتشيك تو سي اف جون هاز انف ماني ولا لا، هيز اكونت تو كفر اللي تشيك. اند اولسو طبعا الاكونت بتاع جون نفسه في البنك الثاني اللي هيتصرف منه في ديبت ولا لا، وبالتالي it has been signed dated written correctly and is genuine. يعني ممكن يكون fraud يعني اللي تشيك، فهو بيتاكد ان هو ايه مش مزور يعني. based on information بناء على information دي الهولدر بانك بي ديسايد whether to pay يدفع له فعلا او ياخد من حصام من هيز اكونت ويريتيرن ات ولا يقول له لا ما تسحبش منها. if جونز بانك ديسايد not to pay اللي تشيك لل اتش اند اس ال تي دي هيز بانك ويل ايه ويل سند الانبيد العمليه ما تمتش باك تو سميث بانك سبيشال كورير. طيب لو الديسيشن تو ريتيرن بانك انبيد ماست بي ميد اون ذا مورنينج of day. شوف هنا النقطة دي مهمة قوي، ممكن تتم العملية تاني يوم الصبح after exchange so the check can be returned straight away of Smith. يعني تاني يوم الصبح بترسل بيرسل الشيك لإيه؟ ل straight away مباشرة ل Smith bank if the necessary. A check may be returned unpaid for number of reasons. ليه بقى؟ إيه أسباب رجوعه؟ إن ممكن يكون مثلا customer hasn't enough money of their account، أو ممكن السبب الثاني it hasn't been signed dated or written correctly، لما ما كتبش مثلا التاريخ أو ما وقعش على الشيك مظبوط، أو ممكن يكون مزور أو fraudulent يعني fraudulent of some reason for الأحيان يعني. This whole process العمليات دي كلها clear اسمها الكليرنج تشيك أو تصفية حسابات الشيكات أو المقاصة. طبعا بتعتمد زي ما قلت لك على الـ centralized bank أو البنك المركزي.
طب العمليه دي بتاخد كام يوم؟ بتاخد 3 working day، بتاخد 3 working day 3 ايام عمل. So if you pay a check on Wednesday مثلا، او اديت للشيك لحد بس اليوم الاربع، بيعدي معاك ال Wednesday Thursday Friday it will be actually 5 days، لان بيخش معاك الجمعه والسبت الاجازه يعني to clear. طيب احنا معانا فيديو كده بسيط بيوضح العمليه دي بشكل افضل، تعالوا نشوفه مع بعض. In this video, we will discuss a very common banking process known as check clearing. Despite many technological advances that allow for other forms of banking transactions, such as wire transfers and person-to-person transfers, checks are still commonly used. For example, many employers still issue payroll checks as opposed to direct deposits. Also, many transactions between individuals are conducted by writing a check. Therefore, understanding how checks clear your account is essential to your financial literacy. By the end of this video, you will know what check clearing is, how it works, and most importantly, how to utilize this knowledge to avoid bank fees. So without further ado, let's define what check clearing actually means. Check clearing is a process by which banks verify that the amount written on the check is actually supported by a sufficient balance. Does this sound confusing? Don't worry. The following example will explain all of this in greater detail. Let's assume your neighbor asks you to mow their lawn, and you agreed to do so. To compensate you, your neighbor decided to write you a check for $50. The same day, you decide to take that check and deposit it in your bank account. Now keep in mind, you just literally handed your bank a piece of paper that states that it's worth $50. Your bank actually has no way of knowing this at the moment, so it will need to verify with your neighbor's bank. The way your bank does this is by sending your check, usually in an electronic format, to the Federal Reserve Bank, who then forwards the same check to your friend's bank. ادي الفايل هنا بيترانسفير طبعا انكريبتد فايل للبنك. There are two quick side notes to mention here. The Federal Reserve Bank is the central bank of the United States of America. It is also commonly referred to as the Fed. Secondly, financial institutions utilize the Fed because they receive checks from many different banks, so it's a lot easier to send all checks to a central location as opposed to sending checks to individual banks. Once your neighbor's bank receives the check, it will verify against your neighbor's account to make sure there are enough funds to cover this transaction. If so, they will deduct your neighbor's account, which would complete this transaction. But if on the other hand there aren't sufficient funds, your neighbor's bank will communicate that to your bank via the Fed, which will result in your bank not giving you access to these funds. As you can see in this example, there are several steps involved in order to clear a check, which can take anywhere from a couple of days to even as long as 5 business days. Now, 5 business, هو بيقول لك هنا 5 ايام عمل يعني عشان العملية دي تتم يعني. You might be asking, I've deposited checks to my account before and I've been able to use those funds the next day. How come you're telling me it takes longer than that? Well, that's because check clearing is not the same thing as funds availability. Most banks utilize a practice called next day availability, which means that they give you access to your deposit the next business day. Now, why would banks do this knowing that it takes longer to know if the deposited check is valid? In order to stay competitive, banks have started releasing funds to customers sooner by basically trusting that the check you deposited will be good. It's important to know that banks' trust isn't without a cost. If you've ever been given a bad check, you know that banks frown upon this and will charge fees. If you've spent that money, you also know that you have to pay it back. Even worse, if this is a repeated practice for you, the banks may even suspend certain services such as remote deposit capture, overdraft protection, and external transfers. Sometimes banks go even as far as closing your account. So it's extremely important that you have faith in the people giving you checks before you choose to spend the money prior to the check clearing. Otherwise, the best rule to follow is that if you have any reason to believe that the check you deposited might come back in sufficient funds, it's best to wait the full 5 business days. Thank you for watching, and I hope that you found this video useful. طيب هو الموضوع يعني خطوات كده بتتبعها عشان برضو لازم تفهمها كويس، حتى لو الموضوع ثير شوية، بس حاول ان انت تفهمه كبروسيس كده بتمشي عليها عشان
تعرف الموضوع الاونلاين بانكينج ده او الكليرنس اوف تشيك، هو يمكن اصعب جزئيه يعني. طيب اخر جزئيه في الاونلاين بانكينج اللي هي موضوع الاي تي اف، الاي اف تي، الاي اف تي اللي هو الالكترونيك فاند ترانسفير. ده عباره عن ايه؟ سيستم ذات الاو الماني ترانسفير انستراكشنز تو بي سنت دايركتلي تو بانكس كمبيوتر سيستم. فكره تحويل الاموال برضو ما بين جهازين كمبيوتر. نو اكشوال ماني ترانسفير، ذا هول سيستم ريلايز اون الكترونيك ترانسفير اوف ماني. الفكره كلها على عمليه التحويل بشكل ايه؟ الكتروني. انت عندك فيه اكونت واكونت تاني وبتبدا تترانسفير الماني از ا ديجيتال نمبر بتوين اكونتس. وين قال ان الاي اف تي انستراكشن از ريسيفد؟ لما عمليه الاي اف تي او الالكترونيك دي بتستقبل، الكمبيوتر سيستم اوتوماتيكلي ترانسفير السبيسيفايد اماونت فروم وان اكونت تو انذر. طيب وان كومن يوز اوف اي اف تي از البيمنت اوف ايه؟ سالاريز. الراتب كل شهر بينزل على الحساب بتاعك اون ستاف اوف لارج كومباني on the day when payment is made. في فترة اللي هي الإعداد أو إرسال الراتب يعني، a company instructs the bank to transfer the money from their account. بيقول له يعني، بيعرفه إن هو لو سمحت انقل لي من الحساب بتاعي into bank account of their employee، للموظفين بتوعي يعني. طيب other example of FT طبعا مشهور جدا اللي هو موضوع الكريدت والديبت كارد اللي باليوز ده عشان تدفع المشتريات بتاعتك باستخدام جهاز الاي اف تي ديفايس ان ذا ستور. في اي مكان مثلا بتروح تشتري البيمنت بتاعتك او البرشيز بتاعتك بتدفعها باستخدام الاي اف تي. نفس السيستم يعني، ان انت بتستخدم الديبت كارد او الكريدت كارد وبيبدا يشوف الاكونت بتاعك وبيكول البنك، كل ده الكترونيكلي، وبيعلم او انستراكت البنك بتاعك او الخاص بيك، بيبدا انستراكت الاذر بانك اللي هو خاص بالريستورانت او الشوب مثلا، ان هو لو سمحت يضيف لي الحساب انا عندي اوكي او لا، ما فيش، فبيبدا ينضاف الحساب يترانسفير الماني بتوين تو بانكس يوز الاي اف تي او اسمه ايه الديفايس، اي اف تي بي او بوينت اوف سيل يعني، طبعا بي او اس يعني بوينت اوف سيل، ويز ديسكاسد ناقشناه في شابتر 2. طيب احنا هنتوقف عند الجزئيه دي، احنا كده يبقى خلصنا اونلاين بانكينج، وان شاء الله السيشن الجايه نشرح الاكسبيرت سيستم ونتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.